الحقيقة عناية القرآن الكريم بسنن الله سبحانه وتعالى عناية لافتة للنظر. وردت كلمة السنن في القرآن الكريم ودارت يعني أكثر تقريبا 16 مرة في 9 سور في 11 آية من آيات القرآن الكريم. وأيضا تناول القرآن الكريم قضية السنن بصورة عملية إجرائية في الربط بينها وبين سنن الله سبحانه وتعالى في الأكوان. ويعني أكرر كثيرا ما يذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله ورضي عنه وأرضاه عندما يربط بين قوله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ثم تأتي الآية التالية: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ويعلق الطاهر رحمه الله بأن السر في هذا الترابط أنه لا توجد سنة من سنن الله في الإنسان إلا ويعقبها سنة من سنن الله في الأكوان. حتى إنني تتبعت هذه الفكرة بصورة يعني إحصائية، ويعني قدمت فيها دراسة لم تنتهي بعد، وهي قضية التزاوج والترابط بين سنن الله في الإنسان وسنن الله في الأكوان. لكن على مستوى، وكذلك القصص القرآني، لا تكاد تخلو قصة من قصص القرآن الكريم ولا مثل من أمثال القرآن الكريم إلا وفي حديث عن سنن الله سبحانه وتعالى في الأنفس والآفاق، إن صراحة وإن ضمنا. لكن لماذا هذا غاب هذا المفهوم؟ حقيقة هذا المفهوم ما غاب، هذا المفهوم مارسه الجيل القرآني الفريد بتعبير صاحب الظلال رحمه الله، مارسه ممارسة حقيقية وإن لم يدونه. وأجاب عن هذا السؤال الشيخ رشيد رضا رحمه الله، فقال إن الصحابة لم يدونوا السنن مثلما أنهم لم يدونوا كل العلوم التي نضجت فيما بعد. فهم لم يدونوا الفقه، لم يدونوا أصول الفقه، لم يدونوا الحديث، لكنهم مارسوا إجرائيا هذه السنن بصورة حقيقية. واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس هذا المعنى كما تفضل أخي فضيلة الأستاذ الدكتور رشيد، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس هذا المعنى في نفوس الصحابة. فحديث السفينة مثلا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مثال حي على غرس النبي صلى الله عليه وسلم لقضية السنن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطان. هذا الربط بين الكائنات وبين الكون المنظور وبين سنن الله في المسطور كان حاضرا في أذهان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاضرا كذلك في الأجيال التالية. لكن من ناحية التأسيس والتدوين تأخر هذا العلم إلى يعني سنوات قريبة ماضية. ولعل سبب من هذه الأسباب صراحة هذا الاستبداد السياسي الذي تعيشه الأمة منذ عشرات السنين. فلا تكتب دراسات إلا الدراسات التي توطئ ظهور الأمة للاستعباد والاستبداد. أما الحديث عن فقه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أما الحديث عن العلاقات وقيام الحضارات واندثار الحضارات، أما الحديث عن سنن الله سبحانه وتعالى المنداحة في الأنفس والأفاق، تأخر عنها الحديث عنها إلى حد كبير حتى أتت هذه الأعصار التي نعيشها منذ بضعة سنوات مضت. وطبعا هذا لا ينفي أن الكتابات موجودة فيها لكنها كانت منثورة. أما وجدنا مثلا عند الشافعي، عند الإمام الغزالي أبو حامد، وجدنا عند الشاطبي، وجدنا عند عدد كثير. ولعلي فضلت الأستاذ عثمان أقول لك وللمتابعين الكرام والمتابعات الكريمات، أقول لك عن يقين لم أجد شخصا تناول الإصلاح لهذه الأمة إلا ولمس أمرين ظاهرين: لمس الجانب السنني في حياة الشعوب، ولمس الجانب اللغوي في حياة طلاب العلم وإصلاح اللغة. وكنت أتعجب من هذا، يعني كنت أقول لماذا توفر الشيخ رشيد رضا والشيخ محمد عبده على دلائل الإعجاز وأسرار المعنى، لا علاقة بينها. اتضح عندي بعد ذلك وفهمت بعد ذلك أن المدخل اللغوي مدخل مهم لفهم السنن، بل مدخل مهم لفهم معظم العلوم التي نعيشها.
فالكتابات موجودة من قديم، لكنها كتابات متنافرة، لكنها نضجت وبدأت تأخذ طريقها إلى الاستواء في هذه الأعصار التي نعيشها.